مع تكريم طلاب دكتور خالد ليالي. أشكر إدارة البرنامج المتميز والنجم الإعلامي أحمد بسعيد والإعلامية المتألقة الأستاذة أمل. أتوجه لطلابي أيضا بالشكر المجتهدين اللي اجتهدوا وتفوقوا، وأخص بالذكر طالبة نور إياد أحمد، وأنا أحب أحييها لأن هي محددة هدفها من دلوقتي وعايزة تدرس ايكونومكس، ودي رسالة كويسة يعني عايز أعملها شير مع الطلاب، بالرغم إن هي ممكن تجيب درجة نهائية، إنما هي يعني محددة ومركزة هي عايزة تدرس إيه من الأول. فأرجو إن كل الطلاب يعني يتمسكوا بالحاجة اللي هم بيحبوها no matter what grades they get. بقية الطلاب المتفوقين عندنا في ثالثة ثانوي: طالبة نور تامر هلال، الطالبة سارة خالد محمد، الطالب زين مصطفى أحمد، الطالب عمر خالد أحمد، الطالبة آية محمد محمود، الطالبة جنى مجدي إبراهيم. بالنسبة لتانية ثانوي عندنا مجموعة من الطلاب المتفوقين: طالب محمد خالد السيد، طالب مصطفى أحمد محمد، طالبة لوجي ناجي سعد، طالبة بسملة أحمد محمود، طالبة كنزي وائل محمد، طالبة رنسي حسام مصطفى، طالبة سما محمد خالد. وعندنا بالنسبة لأولى ثانوي مجموعة من المتفوقين: طالبة فرح هلال محمود، طالبة داليا عبد القادر وليد، الطالب عبد الرحمن طاهر مصطفى، الطالب سامح وحيد محمد، الطالب وائل أحمد إسماعيل، الطالبة ريتاج الدسوقي محمد. أكرر شكري لإدارة البرنامج أحمد بن سعيد والأستاذة أمل وللطلبة المتفوقين، وأتمنى التفوق لكل طلابنا إن شاء الله. توفيق. أشكرك دكتور خالد وألف مليون.